إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، عندما جاء الإسلام لم يجتث جميع الأخلاق الجاهلية، بل إن هناك أخلاقا فاضلة أبقاها وحث عليها ودعا إليها ورغب فيها، كالإخلاص والمروءة والغيرة والشجاعة والكرم والصدق. وهناك أخلاق هذبها الإسلام ففصل الأمر فيها، كالحب مثلا، فالعربي يعشق المرأة ويهيم بها ويجعل فيها الأهازيج والأشعار. فالإسلام عندما جاء جعل الحب على أنواع، فهناك حب شرعي وهناك حب فطري وهناك حب شيطاني. فالحب الشرعي أن تحب الله ورسوله ودينه وأولياء الله عز وجل من المحبين لدينه، المقيمين على شرعه، الحاملين لسنته، الذابين عن هديه، الذين ترتبط مصائرهم بمصير الدين وحياتهم بعافية الإسلام. فهذا هو الحب الشرعي، هو حب الله ورسوله ودينه والمؤمنين. وهذا الحب أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في غير آية وفي غير موضع من كتابه، كما أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه في غير موضع وفي غير موقف، وهذا تجد أبعاضه وأفراده وأجزاءه مبثوثة في كتب السنة والسيرة. أما الحب الفطري هو أن تحب زوجك وولدك ومالك ووظيفتك، وأن تحب عقارك وطينك وأرضك، هذا حب فطري. ولكن لا ينبغي لهذا الحب الفطري أن يكون لاهيا لك أو صارفا لك عن الحب الشرعي. لا ينبغي أن يكون الحب الفطري مانعا لك من إقامة الحب الشرعي، من حب الله ورسوله والمؤمنين، ومن إعزاز دين الله عز وجل والعمل لرفعته. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وذلك لإعزاز دين الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك قال ربنا عز وجل بأن هذه المحبوبات إنما هي محبوبات فطرية جعلها الله تعالى في النفس البشرية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب إلى آخر الآية سورة آل عمران، وزين هذا الفعل مبني للمجهول والتقدير زين الله للناس، فهذه محبوبات فطرية. فالإنسان يحب ولده، يحب عشيرته، يحب ماله، يحب أرضه وبلده، هذه كلها محبوبات فطرية، ولكن لا ينبغي أن تصدك هذه المحبوبات الفطرية عن الله ولا عن رسول الله ولا عن أولياء الله ولا عن نصرة دين الله. المحبوبات الشيطانية هي المحبوبات المباحة التي صرفتك عن المشروع فانقلبت من المباح إلى غيره، إلى معصية. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. إذن أنت تتعب وتجتهد في طلب الدينار، إذن طلبك للدينار مباح وحرصك على الدينار لا بأس به، ولكن أن تتعلق بالدينار بحيث يصرفك عن حب الله وعن حب رسول الله وعن طاعة الله وعن نصرة دين الله، لا. إذن هنا يكون الدينار معبودا، صرفت له الحب من دون الله، صار معبودا من دون الله. تعس، هذا أسلوب ذم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عملة أيضا الجنيه وأصرافه وأنواع. تعس عبد الخميصة والقطيفة، أنواع من الملبوسات. تعس وانتكس، دعاء عليه. وإذا شيك فلانتقش، أيضا دعاء عليه. لماذا؟ لأن قلبه ليس متعلقا بالله، إنما هو متعلق بالحطام، ولذلك إذا أعطي رضى وإذا منع سخط. هذا هو. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل حبه هكذا هملا، ولكن لابد أن يحدد الحب ونوعه. وكذلك من المحبات الشيطانية أن تحب ما كان مسببا لك معصية لله، كأن تحب الصور الجميلة، أو أن ترتبط قلبا بالنساء والغلمان، فهذا كله من جملة المحاب الشيطانية. إذن الحب آتى الشرع بتفصيله، لماذا؟ لكي يحدد الإنسان النوع الذي ينبغي أن يرتبط به، حتى يصحح المسلم مساره، حتى لا يكون المسلم كالأنعام التي تساق لا تدري إلى أين تساق ومتى تساق. وكذلك من هذه الأخلاق التي فصل الإسلام فيها الكبر والعجب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وجعل أن الكبر مانع من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي عدم اتباعه، وغمط الناس أي ازدراء الناس. إذن ازدراء الناس هذا محرم،
وسبب من أسباب دخول النار. وهذا والكبر المذموم، هذا والكبر المذموم. بينما يجوز للمسلم أن يتكبر على العدو في ساحة القتال، النبي عليه الصلاة والسلام كان له سيف، ففي إحدى الغزوات قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فلم يقم أحد. ثم قام بعد ذلك أبو دجانة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد عصب رأسه بعصابة، ثم أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي به يتهادى متبخترا متكبرا بين الصفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. إذن هذا تفصيل. أما ما يقال أن الكبر على أهل الكبر تواضع، ليس هذا من الإسلام في شيء، بل ينبغي أن تتجنب أهل الكبر وألا تخالطهم، وإن استطعت أن تنصحهم فافعل يسعدك الله عز وجل، لا أن تخالطهم متكبرا، فإن تكبرك عليهم بمخالطة يؤدي إلى فساد القلب، فعزلتهم واجتنابهم بعد دعوتهم إلى الصلاح والهداية أولى وأسد. كذلك العجب، العجب والعزة فصل الإسلام الشأن فيها، فهناك عزة شرعية وهناك عزة أيضا غير شرعية. قال الله عز وجل في الكفار والمشركين: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في عزة وشقاق أي كبر وعجب وسطالة على المؤمنين وإيثار لأنفسهم على غيرهم من الضعفاء والمساكين. وهناك عزة شرعية، وهي العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وجعلها لرسوله وجعلها للمؤمنين. إذن هناك أخلاق نهى الإسلام عنها جملة، وهناك أخلاق أثبتها الإسلام جملة، وهناك أخلاق فصل الإسلام فيها الأمر. وهذا كله كي تكون متخلقا بما يحب ويرضى، كي تكون متخلقا بما يحب الله ويرضى. ومن جملة هذه الأخلاق التي صارت ضميمة في الإسلام ولصيقة للإسلام خلق الإحساس. خلق الإحساس هذا خلق طيب جدا، لأنه يجعل الإنسان رقيبا على نفسه، رقيبا على تصرفاته، يشعر نفسه بأنه يعلم نفسه. هذا أمر مهم جدا، أن تحس بغيرك وأن تحس بنفسك، وأن تكون راصدا أنفاسك، وأن تكون راصدا أفعالك، وأن تعرف متى تضع قدمك ومتى ترفعها، متى يكون الكلام ومتى يكون الصمت. هذا الخلق ضميم الإسلام، ضميم الإسلام، وأتى به الإسلام. والإحساس يؤدي إلى المروءة، ويؤدي إلى الإقدام، ويؤدي كذلك إلى الفتوة، أي العمل بطاعة الله عز وجل، ويؤدي إلى كثير من المفردات الشرعية التي يحرص المرء عليها. وعدم الإحساس يؤدي إلى الأحموقة، إلى الحماقة، والحماقة أعظم داء يبتلى الإنسان به بعد الشرك، أعظم داء يبتلى الإنسان به بعد الشرك. قديما قالوا: عدو عاقل خير من صديق أحمق. عدو عاقل، أي يقدر الأمور ويحس بها، خير من صديق أحمق، خير من صديق أحمق. الأحمق لا يحس، لا يشعر، لا عقل له، لا يحس، لا يشعر، لا عقل له. ومن الأشياء
الخطيرة الطيبة في هذا المقام أن رجلا يسمى زيد أو يزيد، وهذا الكلام موجود في حكايات العرب. يزيد هذا كان مشهورا عنه الحمق وعدم الشعور والعقل والإحساس، فأراد أن يميز نفسه من دون الخلق، فجعل عقدا من الصدف والعظم وجعله في رقبته، وعندما نام أخذه أخوه فجعله في رقبته. عندما استيقظ يزيد هذا ونظر إلى العقد في عنق أخيه قال: أنت أنا فمن أنا؟ أنت أنا فمن أنا؟ إنه فقد الإحساس والتمييز حتى لا يستطيع أن يميز نفسه من دون الناس. سبحان الله، لا يميز إلا بالعقد، ليس هناك منهج في عقله ولا روح تسري في بدنه ولا معاني شريفة تكون في قلبه، إنه جسد يعيش جسدا، وبالتالي لا يميز نفسه إلا بشيء مادي تافه، إلا بالعقد. أنت أنا فمن أنا؟ فمن أنا هو لا شيء، لأنه فقد الحس وفقد العقل. وفي المقابل انظر إلى هذه القصة اللطيفة: رجل من الأعراب وجد فرسا، هذا الفرس كان صغيرا لم تفطمه أمه، ماتت عنه أمه، أخذ ذلك الفرس فأرضعه ورباه وأحسن تربيته، وكان إذا مرض ذلك الفرس أتى له بالأطباء ليعالجوه. وفي يوم مرض الرجل ومات. الفرس وجد الناس يدخلون البيت يحملون نعش ذلك الميت، وهو صاحبه وصديقه ومربيه، يحملونه إلى مثواه والفرس وراءهم. فلما قضوا عملهم وأودعوه مثواه وانصرفوا، انصرف الفرس كالبرق حتى على تلا عاليا فقذف نفسه فهلك. سبحان الله، فرس عنده إحساس وإنسان لا إحساس لديه. سأقص عليكم بعض الأمور التي تدل على أن الإحساس مرتبط أيضا بالإسلام، وأن من أعظم الناس إحساسا وعقلا هم أهل الإسلام. هذه القصص وهذه الحكايات من نوادر الذين ابتلاهم الله تعالى بالكفر ولم ينعم عليهم بنور الهداية. رجل عقد عرسا منيفا، هناك عرس في أحد الفنادق الفارهة في أوروبا، وأتى الحاضرون يلبسون أزهى الملابس، وفي قاعة الأفراح أتى العريس والعروسة، أتيا في طائرة خاصة، والصف المشاهدون يطبلون ويلحنون لهم الموسيقى حتى جلس العريس والعروسة والكل مبتهج بهما. تكلف هذا الحفل قريبا من $500,000. يا ترى من هو العريس والعروسة؟ إنها قط وقطة، قط وقطة. لرجل ثري أراد أن يقيم لهما حفلة زواج. أرأيتم حمقا أعظم من ذلك الحمق؟ أن يصرف الناس على أفراح هراريهم أكثر من $500,000؟ أرأيتم لو أنفق ذلك المال على بعض الفقراء كيف يكون حالهم؟ إنه الحمق وعدم الإحساس وعدم العقل. قصة أخرى عجيبة، وهذا أمر واقعي في أمريكا، أكثر من 35 مليون كلب، هذه حقيقة، والكلاب في أمريكا أكثر من ذلك، لكن الكلاب التي تنبح 35 مليون كلب، ينفق عليها في كل شهر $700,000,000، لأنها تأكل اللحوم والمعلبات والعصائر والحلوى وتشرب اللبن الحليب، وهناك الأطباء الذين يكشفون على كلاب أمريكا
كشفا دوريا 700 مليون دولار كل شهر. لو ضربت 700 في 12 تجد مليارات الدولارات تصرف على كلاب أمريكا والناس يموتون جوعا في آسيا وإفريقيا. أين الإحساس؟ أين العقل؟ إنها حماقة الكفر والعياذ بالله، حماقة الكفر والعياذ بالله. امرأة كافرة لم ينور قلبها بالإسلام ولا بنور الإيمان، تشك في أخلاق زوجها وتستشعر بخيانته، ماذا تصنع هذه المرأة؟ تصعد إلى جبل عال لترمي بنفسها منها لتموت ولتصير شبحا ليراقب زوجها. هل رأيتم حمقا أعظم من ذلك الحمق؟ امرأة تقتل نفسها لتصير شبحا ليراقب زوجها، أي حماقة تلك؟ الحمد لله الذي هدانا الإسلام، الحمد لله الذي هدانا الإسلام. كافر آخر، كافر آخر يدفع مهرا لفتاة توفيت 700 دولار لتتزوج ولده الذي مات منذ 5 سنوات، ابنه مات منذ 5 سنوات، ليلتقي في العالم الآخر ويتزوج فيدفع المهر مقدما. ما هذه العقول التي فقدت الإحساس وفقدت الهداية؟ إنه الكفر والعياذ بالله، إنه الكفر والعياذ بالله. إذا سمعتم هذه القصص وغيرها كثير وكثير وكثير، ذلك الرجل الذي له أولاد فكتب وصيته أثر من 20 مليون جنيه استرليني، أن تكون هذه المليونات لمن؟ وصية لكلبه، تصرف على كلبه ويحرم منها الأولاد والبنات. أرأيتم عقولا مثل ذلك؟ ولذلك عندما أقرأ قول الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. الفرس كان عنده إحساس وهؤلاء ليس عندهم إحساس، إذن هم أضل سبيلا من الفرس، هم أضل سبيلا من الأنعام، لأنهم على الكفر، لأنهم كفار. لا يمكن أبدا أن يكون الكافر عاقلا، ولا أن يكون الكافر منصفا، ولا أن يكون الكافر معتدلا، ولا أن يكون الكافر داعيا إلى بر أو خير أو هداية أو صلاح أو فلاح، وإنما الداعي إلى كل خير هم أهل الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أحبتي في الله، إن الإنسان إذا قرأ في هذه الأشياء وإذا قرأ في قصص الأولين وإذا أمد القراءة ليرجع عشرات القرون قبل الإسلام ليقرأ في تراث الإغريق والفرس واليونان ليرى الكفر البواح كيف كان، يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالدين الخير، أتى بالدين الخاتم، أتى بالنور والهداية والضياء. فلا ينبغي للمسلم إلا أن يحب ذلك الدين، إلا أن يعمل لذلك الدين. الله تعالى أسأل أن يوفقنا لمحبه ومرضيه. الحمد لله ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، من جملة الإحساس أن تحس بما يحدث حولك. تكلمت من قبل أن هناك أضلاع كفرية تريد أن تحيط بالإسلام وأهله، فهناك اليهود، وهناك عبدة الصليب، وهناك الملاحدة، وهناك العلمانيون، وهناك الوثنيون الذين يعبدون زرادشت وبوذا والهندوس وغيرهم، وهناك أيضا الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة خطورتهم أنهم يتسمون بأسماء المسلمين ويأتون ببعض أعمال المسلمين، وربما اختلط أمرهم على كثير من الناس،
إنهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، وربما كانت لهم مواقف دعائية لا يقدر عليها كثير من المسلمين، هذا في الظاهر نعم، ولكنهم في الباطن يتحالفون مع اليهود ويتحالفون مع عبدة الصليب، يتحالفون معهم، فهم عبء على الإسلام وأهله في الماضي والحاضر. في الماضي هم الذين أدخلوا التتر بغداد، فذبح التتر من أهل بغداد أكثر من 1000 نفس، أكثر من 1,000,000 نفس في بغداد، هذا في الماضي. في الماضي حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي، وقتلوا الوزير نظام الملك السلجوقي، وهو وزير الملك ملك شاه السلجوقي الذي قمع الصليبيين وحمى حدود الدولة الإسلامية، قتلوه. وهم الذين حطموا كثيرا من الممالك الإسلامية بتحالفاتهم المشبوهة، هذا في القديم. والآن هم الذين تحالفوا مع المارونيين والكتائبيين في لبنان ليذبحوا المسلمين في المخيمات في جنوب بيروت، في جنوب بيروت وفي غيرها، في الأحداث المشهورة بالحرب الأهلية التي دارت فترة 70s، وكلنا عصرناها وشاهدناها وكنا نعلم أحداثها ونعرف كيف استطاع الشيعة الأبالسة أن يتحالفوا تارة مع اليهود وتارة مع المارونيين والكتائبيين الصليبيين، ثم نراهم بعد ذلك يتحالفون مع الأمريكان ليمدوهم بالسلاح ليحاربوا العراق، وكانوا سببا في إسقاط رئيس أمريكي في فضيحة تهريب الأسلحة إلى إيران عبر إسرائيل، فضيحة مشهورة راح ضحيتها الرئيس نيكسون، هذا أمر معلوم ومعروف. ثم نجد بعد ذلك تحالف الشيعة الأبالسة مع الأمريكان ليدخلوهم أفغانستان تحت ما يسمى بحرب الإرهاب والقبض على أسامة بن لادن، حتى جعلوا أفغانستان يبابا، حطموا البلاد تحطيما، دمروا البلاد تدميرا، قضوا فيها على الأخضر واليابس، اجتثوا فيها كل نور يشع أملا أو يبرق بخير، هذا فعلوا في أفغانستان عن طريق حزب الوحدة الإيراني الشيعي الرافضي في شمال أفغانستان، وبالتحالف مع حزب الثورة أيضا في شمال الأفغاني، وأيضا هم الذين ساعدوا الأمريكان والإنجليز في دخول العراق، وهم الآن يذبحون إخواننا المسلمين السنة في العراق تذبيحا لا يمر يوم إلا ومئات السنة يذبحون ويقتلون قتلا ذريعا. كل يوم نقرأ في الجرائد تم العثور على 58 جثة في جنوب بغداد، شمال بغداد، شرق بغداد، وبها آثار تعذيب وحشية. أسألتم جثث من هذه؟ إنها جثث إخوانكم المسلمين السنة، لقد قتلوا الآن أكثر من 500,000 سني عراقي، الشيعة الرافضة قاتلهم الله، وهم الذين يقدمون كل المعلومات الاستخباراتية لجيش الاحتلال الأمريكي الإنجليزي. ويكفي أن تعلموا أن صدام عندما أعدم، وصدام لقى ربه بحسناته وسيئاته، بحسناته وسيئاته، ولكن هذا الموقف لابد أن نفكر فيه، تم إعدام صدام في الشعبة السادسة في الاستخبارات العراقية، وهي الشعبة المخصصة لمكافحة النشاط الإيراني في العراق، تأمل هذه المعلومات. إذن تم إعدامه في المكان الذي كان يراقب فيه الإيرانيون، أعدم في هذا المكان. من الذي أمضى على قرار إعدام؟ رفض الرئيس العراقي إعدام صدام اللي هو طالبان، قال لا أوافق عليه، فضارت الأمريكان عليه فرفض، ولكن أتى رئيس الوزراء الشيعي الرافضي المالكي
وهو الذي صدق على القرار، وبعد ساعات تم التنفيذ بهذه الصورة التي رأيتموها. من الذي باشر إعدامه؟ من الذي باشر إعدامه؟ لقد قالوا له مقتدى مقتدى مقتدى، قال له هذه الكلمات يشعرونه بأنهم من الشيعة الرافضة، وقال له إلى الجحيم، قال بل أنتم إلى الجحيم. سبحان الله سبحان الله، هذه لها إشارات. إن الشيعة الرافضة بلغوا مبلغا عظيما في العراق، وهم يريدون نشر مذهبهم الرافضي في ربوع العالم الإسلامي. أيها الإخوة الكرام، إن من جملة الإحساس الذي تكلمت عنه أن تحس بقضيتك وأن تحس بما يحدث حولك. لا تكن هكذا، لا تكن هكذا، إن الفرس كان عنده إحساس. لا تكن كالكفار الذين عدموا الإحساس وصاروا كالقوالب المادية لا تحركهم إلا المادة ولا يفهمون إلا ما يشاهدون. حاول أن تحس بما يدور حولك وأن تكون مشاركا بفكرك وعقلك وجدانك وإحساسك. إننا لا نتكلم عن صدام أفضل إلى الله ليحاسبه بسيئاته وحسناته، ولكن نحن نقف مع الحدث، نقف مع الرسائل المملوءة بالدلالات والمعاني. من الذي صدق على الحكم؟ في أي مكان تم تنفيذ الحكم؟ في أي يوم كان الحكم؟ من الذي صدق على الحكم؟ من الذي استؤذن في نقل الجثمان بعد أن قضى نحبه؟ السفير الأمريكي والذي يؤشر، والشيعة الذين ينقلون. سبحان الله، أرأيتم ماذا يفعل العراقيون؟ ألا تعلم بأن هناك 4 ملايين رافضي عبروا إيران إلى العراق وتجنسوا بالجنسية العراقية؟ خلال 3 سنوات تم عبور 4 مليون رافضي إيراني وأخذوا الجنسية العراقية. ماذا يصنعون؟ هل سيعمرون البلاد؟ يبنون المصانع؟ يحفرون الطرق؟ يؤسسون البنية التحتية لهذه البلد من الكهرباء والمدارس والمستشفيات؟ أبدا، إنهم أتوا ليجتثوا أهل السنة، ولكي تكون العراق مع لبنان مع إيران مع شرق السعودية مع جزء من الأردن مع سوريا. هذا هو الهلال الشيعي الرافضي الذي يمتد عنقه بعد ذلك ليصل إلى بقية بلاد الشام ثم إلى مصر. هذا ما يخططون له. ولكن إذا استمسكنا بديننا، إذا أحببنا صحابة رسولنا، إذا كان عندنا الإحساس بديننا والإحساس بواقعنا، إذا كانت عندنا غيرة على دين الله عز وجل، إذا كان عندنا إصرار وعزيمة أن هذا التخطيط سنفشله بهذه الأيدي المتوضئة وهذه الأيدي القوية وهذه القلوب العامرة بالإيمان، بإذن الله تعالى سيكون الخير لنا ولأحفادنا ولأجيالنا في المستقبل. ينبغي إخوتاه أن نفكر في الأجيال الصاعدة، ولا ينبغي أن نورثهم حملا ثقيلا، بل ينبغي أن نجتهد في رفع الإصر عنهم وتخفيف الآلام والهموم والأحزان عنهم، حتى يذكرون بخير، وحتى يكون الدعاء لنا لا الدعاء علينا. الله تعالى أسأل أن يمدنا بعونه، وأن يلهمنا الهداية والرشاد والسداد، وأن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء ومساوئ الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر إخواننا المسلمين السنة المستضعفين في كل مكان، انصرهم اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم وثبت أقدامهم وألف بينهم واجعل الدائرة على عدوك عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم بارك في شباب المسلمين وفي شيوخ المسلمين وفي نساء المسلمين وأولاد المسلمين
وأصلح اللهم أولاد المسلمين، ورب اللهم أولاد المسلمين، واهد اللهم أولاد المسلمين، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.